بص، احنا زي ما احنا متعودين وبرنامجكم المحترم بيتكلم دايما بصراحه مع الناس اللي بتشوفونا، فما ينفعش ان احنا نزوق الاحداث او الواقع اللي بيبقى موجود. بيراميدز هيفضل في المكان اللي هو فيه، وهيفضل طول عمره في المكان اللي هو فيه، خاصه انه ماشي بنفس العقليه الاداريه مع كامل الاحترام للناس اللي موجودين. لكن انا بجيب صفقات بمليارات او بملايين الملايين، وفي النهايه ممكن ابوظ كل ده بان انا ما عنديش المدير الكفء اللي يقدر يدور المنظومه دي، وهي دي المشكله اللي موجوده في نادي بيراميدز. ايه الفائده ان انت تروح تجيب فلان وفلان 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 بملايين الجنيهات وانت في الاخر مش عارف تدور المنظومه دي؟ وعلى فكره الاداره مش شرط بالاسماء زي ما احنا قلنا، ومش عايز بس عشان يبان ان انت متحيز او جاي في ناحيه، طب ما سيراميكا عنده مدير فني اول مره نشوفه في الدوري الممتاز كابتن هيثم شعبان بالظبط. فالقصه مش بالاسماء خالص خالص، عمرها ما كانت بالاسماء. كل الاسامي الكبيره اللي موجوده على الساحه، بيب جوارديولا ما اتولدش يعني مدرب عظيم، يعني ما يورجن كلوب ما اتولدش مدرب عظيم، كل الناس دي بانت وطلعت لها خطوه بخطوه، بس كان وراها اداره قويه بتدعمها بشكل كويس، بتنفذ لها الاهداف اللي هي عايزاها. انا ايه فايده ان انا اروح اجيب الاسم الفلاني الفلاني عشان اعمل الفرقعه الاعلاميه الكبيره، وانا اصلا مش محتاجه، وانا عندي مكانه اثنين وثلاثه واربعه وخمسه. صحيح. ايه الفايده؟